تحكي لنا وقت اللي حسيته شعرته اول مره في الهزه اللي صارت، ايش صار اخي؟ احنا امبارح حوالي الساعه 2 الظهر كنا متواجدين يعني بشققنا ببيوتنا بالبنايه اللي تصدعت، ونحن قاعدين صارت تهر علينا الياسي وتشق الحيطان ويطلع صوت البنايه، يعني مباشر صوت قوي جدا، وصار في يعني تشقق بالجدران وبالدرج والبنايه صارت تكبس فينا هيك. نزلنا كلياتنا رقدنا وطلعنا منه فورا، صار يطلع اصوات يعني، وصار السقف يسلخ والشمنتو فورا. انت يعني وين كنت؟ موجود ايه. ففورا يعني الحيطان فسخت والبنايه فورا طق العمود شعرت مباشر ايه، والعالم برا صار تصيح جماعه المحلات وكذا، وصارت العالم تراقد وطلعنا كلياتنا.